رحبنا بكم مشاهدينا الكرام لباقي حصة بالمكشوف على غير العادة اليوم الأحد، تكملة للمواضيع اللي تناولناها يوم الخميس الماضي. نمر دائما مع فضائح الرياضات الأخرى وما حدث في اتحادية كرة اليد. تصوروا أن هذه الاتحادية رغم أن القانون يمنع منعا باتا التعامل بالعملة الصعبة لرياضي النخبة، هذا الشيء الغريب والغريب جدا. أعطيني أمبو يظهر بأن الأمور غير طبيعية تماما، نعطيه لي نشوفوه سي عادل من فضلك. هذه سي لا فورماسيون تاع لي زونسيان انترناسيونو كيما راهو يصرى في كرة القدم، لكن الغريب في هذا الوصل هو انه لا سوم تاع 300 اورو 300 اورو لكل واحد يريد الحصول على شهادة اون ريغليمون دو لا فورماسيون ليسونس سي ولا ليسونس او. يعني هل وهذه بتاريخ 5 فيفري 2023 مع الكاشي تاع الاتحادية الجزائرية لرياضة كرة اليد. يعني هنا تفهم لمدى كرة اليد تراجعت منذ أول أمس فقط. المنتخب المصري اللي راه يحضر في نهائي كأس إفريقيا اللي راح تجرى في جونفي القادم تعادل أو فاز على منتخب ألمانيا في حين تعادل مع منتخب ألمانيا، في حين أننا نحن نريد على الأقل إن شاء الله نوصل لنصف نهائي بعد ما كنا أبطال إفريقيا لخمس مرات متتالية في سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات وحتى في بداية الألفية. أين هو الآن المنتخب المصري وباقي المنتخبات العربية فقط والإفريقية مقارنة بالمنتخب الجزائري؟ صور مثل هذه اللي شفناها في لاسومبلي جينيرال تظهر علاش ما تطورناش في رياضة كرة اليد. دوبالا الاسم الكبير وهو يتشابك مع أحد الأعضاء الذين نعته بكل النعوت ليختلط الحابل بالنابل في الجمعية العامة الانتخابية، ووصلت الأمور إلى حد التشابك بالأيادي بعد أن الأمور أصبحت هذه الصور هذه هي المرآة تاع كرة اليد الجزائرية. لما نشوف الناس ولا تأخذ الأموال بالأورو وسيد حبيت يعتدي على مصطفى دوبالا أحد نجوم الثمانينات في كرة اليد الجزائرية من الذين صنعوا تاريخ كرة اليد الجزائرية. سامي العماري، هل من تفسير 300 أورو ويقال والعهد على الراوي أنه البقية اللي باتوا في الفندق يخلصوا 600 أورو بما يعادل تقريبا 1,400,000 ولا 1,300,000 ليزانترناسيونو. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث والوزارة الوصية صامتة وساكتة ولا تتحدث لا على ما حدث في الكاراتي وعلى ما حدث في الرياضات الأخرى ولا على الذي يحدث في كرة اليد الجزائرية؟ شوف رضوان الله، قبل بعد خروج هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي تواصلت حبيت نعرف شويه لي ديتاي، تواصلت مع المعني بالامر ديريكتومون السيد عمار داود المعروف لونسيان غارديان بو تاع الهونت، و ان الى كونفيرمي لانفورماسيون. رضوان هاد ستاج داروه في لوتيل، واحد لوتيل معروف في سيدي فرج. هل تعلم هاد 300 اورو هادي خلصها في الباركينغ؟ في الباركينغ جبدهم من جيبو، الاخر تاع لا فيدراسيون عطى له البون سينيا، عطى له 300 اورو 3 بي تاع 100 اورو. الناس القانون يمنع التعامل بال اولا من الاموال. انا نعطيك المعلومه وبعد اون فالاناليز. لا امر خطير. في الباركينغ عطى له 300 اورو قال له هكذا باسكو احنا نخلصوا لك لا فيدراسيون افريكان بالاورو يدو. اورو وكما قلت انت هذه الناس اللي كانت دومي بونسيون في لوتيل، هذا شغل ما يباتوش في لوتيل باسكو كي دير ستاج 3 جور ولا 4 جور ماليش لازم. كيما تاع الفوتبول اللي جاوا من الجزائر العامقه خلصوا كيما قلت 600. معلومه صحيحه 600 اورو يعني، ودوك الانسان يحلل ولكن المعلومه هذه ما عندنا ما نحلوا فيها. والقانون المالي في الجزائر يعني يمنع هذه لازم تجوز على البنك المركزي، لازم تفوت، وهذه العقوبه تاعها سي جو بينال، هذه ماشي انسبكسيون تاع الام جي اس، هذه العداله كما قلت انت في كما قال تكون العربي حتى الان حتى قاضي ما باسكو هذه باينه والبون واجد وموجود
كي ما هذه أردوان الدولة الجزائرية تتعامل مع مواطنيها بالعملة الصعبة دولية لاعبين دوليين يعطيك صحة العملة الصعبة ما تتعامل خارج أرض الوطن. احنا جزائر ديمقراطية شعبية مستقلين نتعاملوا بالدينار الجزائري في بلادنا في في بالدينار الجزائري وبالشاك ماشي بالصك بالصك ماشي بالليكيد ماشي بالليكيد وكما قال لك سمير في الباركينج شوف وين شوف لو سبور وين حبرت لو نيفو تاع لو سبور كيما قلت لك قبيل خلاص ولا وين ما نقدروش نهضروا اليوم هاد القضيه هذه من المفروض ما عندها جو بونس في موان فيفري خرجت هذا الاسبوع خرجت هذا ريان نوبيش ما عندها 10 سنين نفتحوا التحقيق ونشوفوا لمسات هذه القضيه العربي محمود كيفاش هذا اليوم في الجزائر الجزائريين يجيو يديروا فورماسيون تاع اونترينور تطلبوا لهم اليوم باش يخلصوا باليورو نورمال القصه كيما هذه هو شوف اذا كانت النيه موجوده في التصحيح الامر بسيط جدا الحادثه بتاريخ 5 مارس 23 لا فيفري مارس 23 في نهايه كل موسم هناك جمعيه عموميه عاديه الاتحاديه ماذا نعرض في هذه الجمعية العمومية؟ نعرض تقرير المالي والأدبي. المالي والأدبي تقرير المالي من يعتمده؟ كوميسار كونت محافظ حسابات هذا الخطأ هذا لا يمكن أن يمر على محافظ الحسابات وبالتالي أعضاء الجمعية العمومية إذا كانوا هم أعضاء من أولاد أو من أبناء عائلة كرة اليد لا يقبلون بمثل هكذا تصرف بالتالي سيرفضون التقرير المالي إذا تم رفض القانون التقرير المالي يتم رفع تقرير إلى الهيئة الوصية من أجل عدم شرعية العمل الذي قام به المكتب الفيدرالي لاتحادية كرة اليد خلال هذه الفترة ومن هناك يبدأ التحقيق ولكن إذا كان الأعضاء راضين إذا كان الأعضاء مشاركون فيما يحدث فمن أين سيأتي التصحيح تعرض أو لا تعرض أنا لا أقول لك لا تعرض ولكن لقد تأخرنا في العرض لأن الحادثة عندها حوالي سبع شهور تأخرنا في العرض ربما هذا الذي عرض هذه القضية في هذا التوقيت في ذلك الوقت لم يعرضها لأنه كان مستفيدا والآن عندما لم يعد مستفيدا أخرجها إلى الصحافة ممكن. لغرض شخصي وليس لغرض عام وهذا هو الإشكال الذي دائما يحدث في الرياضة الجزائرية عندما أكون مستفيدا أسكت نعم. وعندما تضيع تلك الاستفادة أتكلم وأقول الوطنية وما إلى ذلك وما لكن حنا في الجست في حد ذاته لا هو واضح لا يستدعي تخلص 300 يجي من المفروض حتى بالدينار حتى بالدينار المفروض ما يخلصش ولا يمكن أن تتعامل نقد بالكاش او بالنقد نعم لازم بالصك هذا امر في الباركينج في الباركينج هذا امر طبيعي في حاله واحده يمكن ان نتعامل بالعمله الصعبه اذا كان التربص ملكيه للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي يتم مراسله الانديه والرابطات ان هذا التربص المشاركه فيه بقيمه 300 او 500 او بالعمله الصعبه دولار او اورو وها هو الحساب البنكي للاتحاد الدولي أو للاتحاد الإفريقي باش تدفع المقابل وتجيب الوصل لكي تشارك هو التربص يمكن أن يكون هنا في الجزائر ولكن ملكيته تابعة للاتحاد الإفريقي لهيئة خارجية من في هذا ماشي نقدم ما لازم الدراهم تروح لبنك سنترال تحولهم البنك المركزي تحويل ايه تحويل بنكي تبعت الاورو ديريكت ما تقدرش فهمت مستحيل باسكو الامانه برك باش نتمم الكلام الامانه هناك تحقيق في وزاره الشباب والرياضه في هذا الموضوع امانه انا نعطيك المعلومه انت تعطيني المعلومه نقدر نعلق ولا ما نقدرش بيان سور انا بديت نتعب من التحقيقات هذه التي تفتح ولا تغلق يعني تفتح لي تحقيق تقول وما كاش لاسويت رضوان كيما حتى هذه القضيه تاع لما استفسرت قالوا لي ها واش انا نقول لك دونك انا حتى المعلومه اللي عندي انه فتح تحقيق يعني ناكد لك ولكن انا بديت نتعب انه مثلا حتى في قضيه الكاراتي قال لك سيفتح تحقيق ونشوفوا اسكو عندها الحق هذه ولا شوفوا لا ليست ومن بعد ينسوا الحاله ومن بعد يا با دي ريزولتا علي بن شيخ ما تعليقك على اخذ ديجا مقابل للاعبين دوليين اللي عطاو الكره اليد يروحوا يديروا
كاف هذه كاف سي ولا يعني فورماسيون تخلص عليهم 300 اورو واللي يجي من خارج الجزائر العاصمه ويبات 600 اورو. يعني اولا امر غير قانوني مثل ما قلنا، لكن حتى من ناحية الاخلاقيه مش من حقك انك تاخذ اموال على لاعبين دوليين. انا والله تكلم لي تقول لي غير قانونيه، سير سي فري في البابي غير قانونيه، بصح القانون كي يتطبق يتطبق على الجميع. صح كاين في الفوتبول وين يخلصوا اون يورو 100% ويروحوا للخارج. وي علاه ما يتكلموش عليها؟ صح ماشي في الباركينغ، يجوزوا على البنك المركزي. لا لا انا جبريفا كي يجوزوا تجي في الباركينغ سي ديجا بيان. وانا واش نعرف ولا نيغالت، انتم ما تعرفوا قانون خير مني. يقول لك اي واحد يمضي ان كونترا اون يورو بالعمله الصعبه تبقى 10 او 20% اون دينار، القانون يمنع 100% يمنع. اي صح اخويا رضوان، وانا اللي دوك هادو الاجانب، هادو الاجانب علي. لا 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 انا اللي نهضر في الكوارت. الاجانب اللي عندهم الكوارت، الكوارت في الكوارت الاجانب. صح انا فهمتك. خلاص زيد سي رضوان، انا درك تقول لي في الباركينغ يخلص، هما في الباركينغ حاجه مليحه يضربوا السهم شو قدا ويعطيهم له تبتم ما يكسرش راسه ويروح. القانون ماهوش يتبق او اللي بافوي بارتو. ها لا بروف هاد لي كاراتيكا هاد البنات، شوف وين راه وين لحقت الحاله. يا سيلونس توتال، اوكين رياكسيون. صح الكيميل اوكين رياكسيون. تتهضر على المول الباركينغ على 300 اورو، 300 اورو سي ريان دي تو. تكلم ليش على 300 اورو بالبون هنايا ونورمالمون هكا الكاشي تاع الاتحاد وينجم ينجم فوق فوق الكابو. جو سوي شايف فوق الكابو، فوق فوق الكابو وكونفيرما فوق الكابو طبع شي كوم سا. وشكون اللي يتبع القانون باش يطبق القانون؟ وزاره الشباب والرياضه. نستناو لي زونكيت هذه وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه لا العداله ثاني. هذه سي دو بينال. هذا اختراق الوزارة تبعت العدالة. لا لا دي فوا سون بوسيزي كيما قلت لك. انت بالك ما انتبهتش. انتبهت نيمبورت كال جوج انديبوندون في الجزائر يسوتو سيزي سيت افير. ما القضيه واضحه واضحه. كاين الكاشي تاع الاتحاد هاو سوردو اختراق للقانون الجزائري. هذا يسموها لا لوا دو فينونس اللي ترونسغريسي اللي ترونسغريسي. وهذا اللي مد في الباركينغ فوق الكابو في الباركينغ. ريبريزونتون تاع فيدراسيون. ما يهمش ما يهمش باش ما يهمش. انا نعرف واش نهضر سامر. كي نكون لعبت شويه في الوسط دوك نشوف منا ومنا نفهم. هذا يا ما عندوش اللي يحميه. سي سير سي سير. هو كاع ما عندهم اللي يحميه. الدنيا كاع راهي محميه. كاع محميه غير احنا نتكلوا على ربي يحمينا. سبحانه سبحانه. كيفاش انت تمشي بفاليزه تاع الاورو؟ هكذا ولا ما فيش كيفاش تعطيك كيما قال لك هذا جوار واحد انسيان جوار عطاه 300 اورو الاخر 300 اورو الاخر 300 اورو. الا كانوا 20 احسب 20 فوا 300 احسب. تسمى هذا يمشي بكابا تاع الاورو بحاجه بطريقه غير قانونيه كانه راه كابا تاع الاورو خارج في سكوار. القانون يمنع لك انك تمشي ما بالدينار دوان ما بالدينار. القانون يمنع لك باش تعامل بالدينار وتكارديهم عندك. القانون واش يقول باغ اكزومبل كونت ايليا دي بايمون كوتيزاسيون ولا ستاج هذوك الدراهم هذوك العشيه تو دوا لي فيرسي في البنكة لانك تقدر انت تخدم بهم. كما كانوا بعد واحد رؤساء الانديه الفرق كنا واحد النهار في ليبرتي مو جي ريفيلي اون انفورماسيون سور لو ديبلوكاج دون سيفونسيون تاع بريزيدون. يعيط لك يقول لك علاه تحطها؟ يقول له كيفاش اسكو سي فري ولا فو؟ يقول لك ايه دخلتني ويصرح بها. يقول لك وي دخلتني وراني نخدم بها ومو خلونا هكذا بعد الهضره بعد الهضره هذيك لا سيفونسيون راني نخدم بها راني رولي بها ندخل بها ندخل بها الفائده ومن بعد ومن بعد نمشي عليها. صح كيفاش كتمشي؟ كيف فتحتوا بلي دخلت لا سيفونسيون يجوني جوار يقولوا له اي دخلت لا سيفونسيون يجي البوشي ويجي البوشي قال لك انا ندور بها اي انا ندور بها. قال لي وعلاه تحطها؟ سي دي دومان بريفي تقدر ما تحطها شي توسعه. هذا هو البروبليم اليوم. على كل حال ثاني رضوان كاينه حاجه ثاني لازم نشوفوا الباسبور تاع لي بريزيدون دو فيديراسيون. كاين دي بريزيدون في عام داير دي فواياج على ليترونجي بلوس بلوس. كاين واحد الرياضه كل ما يروحوا لي زاتلات حتى ستاج بلوكي برك البريزيدون تاع لا فيديراسيون يروح معاهم ويدي لي فري ديميسيون وهلم جرا. وهذه
انتم ما فقتوا لها الاخرى، الواحد ما فق لها بابا.